ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio della bandiera bianca e negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali. جدل كبير فجرته هذه الدعوة من قبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذي دعا إلى التفاوض والاستسلام. وعلى الرغم من أن بابا الفاتيكان لم يذكر أيا من موسكو أو كييف، فإن هذه الدعوة قُبلت بغضب أوروبي عارم. بداية من ألمانيا، متمثلة في المستشار الألماني أولاف شولز الذي رأى أن البابا يشجع أوكرانيا على رفع الراية البيضاء والتفاوض مع روسيا، وهو ما رفضه تماما. أما نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين فرأت أن الشخص المنوط به الاستسلام وإلقاء سلاحه هو بوتين وليس غيره، بينما أوكرانيا لم تتقبل دعوة البابا شكلا أو موضوعا إذ أصرت على رفضها الاستسلام. غير أن موقف روسيا من دعوة بابا الفاتيكان كان مغيرا تماما إذ عبر الكريملين عن ترحيبه بها. ليس هذا فحسب، وإنما ذكر عدد المرات التي دعت فيها موسكو للتفاوض متهماً الأوروبيين بعرقلة الحلول الداعية لوقف الحرب.